بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي بعنوان تجميع وفصل البيانات، إزاي نعمل تجميع للبيانات وفصل أيضا للبيانات اللي تم تجميعها دي. يعني ده إجابة عن سؤال وصلنا على في التعليقات على أحد الفيديوهات على اليوتيوب، قناتنا على اليوتيوب اللي بندعوكم للاشتراك بيها. السلام عليكم، لو عندي بيانات معمولة بدالة كونكاتينيت هل ممكن ارجع البيانات دي لأصلها، يعني كل واحدة في خانة زي ما كانت الأول، ولا ما ينفعش؟ ده السؤال اللي وصل. وطبعا بنتابع كل التعليقات وبنحاول قدر المستطاع يعني نمد يد العون والمساعدة لكل الأعضاء الكرام. تعالى نشرح كده السؤال بسرعة ونشوف هل له إجابة ولا إيه. أنا عندي بيانات تم تجميعها من خلال دالة كونكاتينيت، يعني نعمل كده يساوي كونكاتينيت اللي هي دي، ودي الهنت بتاعها وصل عدة سلاسل نصية في سلسلة نصية واحدة. أضغط عليها دبل كليك وأختار ده النص الأول اللي عاوزه يظهر في الأول، وفاصلة كده، وبعدين النص التاني، وبعدين التالت مش عارف أوصل له، فأضغط كده وأنزل بالسهم مرة واحدة من لوحة المفاتيح أو أكتبها بإيدي، كتب لي إبراهيم محمود مرسي. دبل كليك على هنا كده نقبة السحب ده، فبيتم تعبئة النطاق ده بكل التفاصيل. يعني هنا مثلا عمود رقم 12 عمر عبد السلام المهدي اهوت، حسين ابراهيم المهدي اهوت، تم تعبئة ايه النصوص دي. طيب هل يمكن فصل النصوص اللي تم تعبئتها دي من خلال الكونكاتينيت؟ في طرق كثيرة للغاية لفصل النصوص، ولكن اشهرها وايسرها اللي احنا هنعمله حالا، هكتب هنا كلمة ابراهيم طبعا بالعربي، هفصل اول فصل في اول صف فقط، وهنا نكتب محمود، هفصل اول صف فقط يدويا هنا مرسي ماشي، وبعدين بعد كده احدد الخلية دي واعمل سحب للنطاق بتاعي كله، هيملالي كده السحب ده. ولكن انا عاوز مش عاوز التعبئة دي، التعبئة دي خطأ لان الصف رقم 12 و13 في عمر وحسين، هنا محمود وابراهيم الكلام ده، فهروح على الأداة دي واختار تعبئة سريعة. تم تعبئة البيانات، هو راح هنا بص للعمود المجاور ده اللي هو فيه إبراهيم محمود عاصم محمد عمر حسين أول اسم، وراح فصله هنا ماشي، وهيروح على محمود وأبدأ أسحب كده، أيضا هيملى البيانات بتاعتي دي، ولكن تعبئة غير صحيحة لأن هنا آخر صف عندي إبراهيم يعني رقم 12 عبد السلام، هنا مفيش عبد السلام في نفس الصف ده، فبرضه هعمل هنا تعبئة سريعة اللي هي فلاش فيل، هيبدأ يعبيه تعبئة سليمة وصحيحة. وهنا نفس الكلام لو ضغطت دبل كليك كده طبعا عبى تعمل نسخ للخلايا اللي هو ده، لا أنا مش عاوز نسخ، أنا عاوز التعبئة السريعة اللي هو بيروح يفكر ويدور فين آخر، أنا هنا مرسي آخر السلسلة دي العمود ده، فبيروح يعني يقتطع آخر كلمة من السلسلة دي ويطلعها لي هنا. هنا كانت اللي في المنتصف، يأتي في المنتصف وهكذا. ده باختصار المعلومة بتاعت الفلاش فيل أو التعبئة السريعة أو فصل النصوص بأيسر طريقة، يعني ما فيش أعتقد أسهل من كده. دي المعلومة اللي حاولت أشارك بها في الفيديو الحالي، ما تنساش تشترك في القناة وتضغط على زر التنبيهات، أيضا شارك الفيديوهات دعما لنا ونشرا للفائدة. انتظرنا دائما في كل ما هو مفيد وجديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.